سيداتي سادتي، يشكو بعض الدعاة المسلمين أو بعض المسلمين أن هنالك قنوات فضائية مسيحية، على فكرة كلها تبث من خارج الشرق الأوسط، أنها تعمل فتنة بين الناس إذ تطعن بالإسلام. أولا، موقف الكنيسة الرسمي معروف، ابتداء من حاضرة الفاتيكان إلى صاحب القداسة البطريرك المسكوني في القسطنطينية إلى قداسة الأنبا تاودروس في مصر. نحن يعني زي ما بقول عاد الإمام دنا غلبان، ولا شأن لنا في انتقاد الإسلام، بالكد ندافع عن أنفسنا، وأحيانا نظلم، أحيانا نظلم، هذا واقع تاريخي، واقع واقعي. طبعا ننسبه إلى البشر إذ ليس لنا على الإسلام حديث. طيب، إذا كانت عندنا بالعربي قناتين ونص بيبثوا إشي انتقاد للإسلام، كم من قناة فضائية إسلامية تطعن بالمسيحية على مدار الساعة؟ نستطيع أن نقول، هذا غير الإذاعات، غير المجلات، غير وسائل الإعلام أخرى، نستطيع أن نقول أنها بالعشرات إن لم نقل المئات. الآن فكر هذا الداعية أنه يا عمي لازم تحكوا مع أمريكا، لازم تحكوا مع أوروبا حتى توقف هذين القنواتين. طيب ليش ما أول نحكي مع بلادنا العربية حتى توقف القنوات عشرات بل مئات التي تحرض على مواطنيها المسيحيين بقصة أنها تفضح، خلينا نقول الشرك أو الكفر في المسيحية؟ طبعا أليست هذه فتنة بين أبناء الشعب الواحد؟ أنت أهم عندك أهل أمريكا وأستراليا محل ما بتبث هالمحطتين ونص. إذا على فكرة هذا الطلب غير واقعي، لأن في الغرب العلمانية، والعلمانية تعني انفصال الدين عن الدولة، بما فيه عن الدولة المسيحية. على فكرة لا توجد علمانية إلا في الدول المسيحية، لأن المسيحية يبدو أن عندها هذا الصمود، أن بناء على كلام السيد المسيح أدوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كلمة المسيح لبونتيوس بيلاطس إن مملكتي ليست من هذا العالم. فلو قدمت طلبا لحكومة أمريكا أو فرنسا أو إسبانيا، يا جماعة أوقفوا الفضائيات التي تهاجم الإسلام، أولا يقال لك بالأحرى يجب أن نوقف الفضائيات، معناه على هذا المعدل الفضائيات الملحدة أو العلمانية التي تطعن بالمسيحية مليون مرة في الغرب أكثر مما تطعن في الإسلام. يجب أن لا ننسى أن معظم الغربيين لا يفهمون عن الإسلام، ولا سمعوا عن الإسلام، ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، ويعيش معظمهم ويموتون من غير أن يلتقوا بمسلم واحد، رغم تدفق الهجرة الإسلامية إلى الغرب. على هذا الأساس ليس واقعيا هذا الطلب، والإصلاح يبدأ بالنفس. وشكرا لإصغائكم. روعة.